جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، الذين يقومون على الحملات كم هم في حاجة إلى توجيه ونصح وإرشاد وخوف من الله في الحجاج شيخ صالح، هل من كلمة يحفظكم الله؟ لا شك أن الذين يقومون على شؤون الحجاج من مطوفين ومن أصحاب حملات يجب عليهم أن يتقوا الله في حجاجهم وأن يمكنوهم من أداء المناسك كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم استوفوا منهم المبالغ المالية بشرط أن يمكنوهم من أداء المناسك التي جاءوا من أجلها، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يمكنوا حجاجهم من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار في مواقيت الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وأن يتقيدوا بالشرع المطهر في أداء هذه المناسك، وأن لا يتلاعبوا بالحجاج ويخلوا بحجهم لأجل توفير المال أو عدم المبالاة، لأنهم أمانة في أعناقهم وسيسألهم الله يوم القيامة عن هذه الأمانة. قد يكون في هؤلاء الحجاج ضعفة ونساء يحتاجون إلى رعاية وإلى مساعدة لأداء مناسكهم، فعلى القائمين على شؤون الحجاج سواء كانوا مطوفين أو أصحاب حملات أن يتقوا الله وأن يمكنوا حجاجهم من أداء المناسك على الوجه المشروع. نعم.